إتوديونات إتوديونات رجعنا معاكم على موجات راديو إكسبريس إف إم كالعادة والعواد في نهاية البرنامج نتاعنا نتعداو مع بعضنا لفقرتنا لو ديبا. لو ديبا إتوديون. لو ديبا إتوديون موجود معنا اليوم خليل بالخوجة. خليل مرحبا بك. مرحبا بك عزيز عايشك. مرحبا بك خليل. اليوم معك أنت باش نحكيو في موضوع هو خلينا نقولوا تو عنده تقريب عامين ثلاثة سنين المسألة تحط، لكن لليوم مازلنا نحكيو في الموضوع هذا وني نحكيو على القراية. اسكو خير زعما أون ليني ولا خير أون بريزونسييل؟ فوالا الموضوع هذا موضوع بالرسمي العباد الكل حايرة فيه ما بين اللي يحبوا بريزونسييل ويحبوا الاونليني. دونك نذكروا الحكايه الكل بدات بيريود الكورونا، برشا حاجات تبدلت وبرشا حاجات جديده ريناها. كما العاده التونسي عنده مشكله مع كيف يدابتي روحه مع حاجات جدد، سورتو كو مستانسين نقعدوا في زون دو كونفور نتاعنا وما نحبوش نخرجوا منها ونجربوا حاجات اخرين. دونك البيريود هذيك كل شيء دخل بعضه، سورتو القرايه. العباد ما عادش فاهمه روحها وما عادش عارفه كيف تقرا وكيف تنظم وقتها انتر قرايتها وقاعده في الدار وكل شيء. دونك هوني سمعنا بالطلعه الجديده اللي هي القرايه اونليني، حاجه ما كناش مستانسين بها، حاجه ما نعرفوهاش. دونك وقتها حطوا لي بلاتفورم جدد نتاع القرايه. فوالا دونك من هوني خلينا نقولوا بدات المساله هذه نتاع القرايه اونليني ولا بريزونسييل، لكن مش كان في القرايه حتى في اليوم كي نحكيو على الخدمه اونليني ولا الخدمه بريزونسييل. لليوم المساله هذه مازالت موجوده حتى كان الكوفيد عديناه والحمد لله، لكن مازلنا نخمو في اونليني ولا بريزونسييل. ثم الناس بالعكسي ارتاحوا اكثر في الاونليني يا خليل. فما عباد ارتاحت في الاونليني، فما عباد ما ارتاحتش خاطر ما لقاتش راحه في الاونليني بالكدا. دونك هذا الديبا نتاعنا. دونك خلينا نحكي لكم، نزيد نحكي لكم اكثر. دونك سمعنا بالطلعه الجديده ما عرفناش شنو بالضبط. دونك كوره ديستانس، قرايه اون ليني شنو هي؟ جوست تحل بي سي ولا تليفون، تحل بلاتفورم وتقعد تحكي مع البروف تاعك ومع مع لي ستوديون اللي هما ولاد كلاسيك. دونك فما اللي يرقد، فما اللي يخلي تليفون ويمشي، فما اللي يكون يحضر بالكدا ويتابع بالرسمي، فما اللي يحاول يتابع وما يلقاش روحه خاطر القرايه اون ليني ما يلبطوش. دونك هذا شنو باش نحكيو اليوم. واضح. اسكو فما معلومات اخرين قول لنا؟ بشوي بشوي بدينا نستانسوا بالحاجات الجدد هذوما بالقرايه اونلاين. بدينا نسادابت هاكا بشوي بشوي. صحيح. دونك الكورونا طولت خاطر هي وبدات العباد تستانس بالقرايه اونلاين. البروفيت ولاو يفهموا اكثر السيستيم. دونك احنا كنا في سيستيم شويه متاخر تكنولوجيا. دونك هوني دخلت بالدنيا بعضها شويه، رجعنا لبعض القرايه بريزونسييل. دونك وليت فما شكون تقرا معناها شطار بريزونسييل وشطار اونليني. دونك العباد دخلت بعضها ما عادش فاهمين رواحنا. دونك فوالا هذا هو السؤال، اسكو العباد توا تحب تقرا اونليني ولا تحب تقرا بريزونسييل؟ اسكو الحكايه كيف تنجم تمشي؟ دونك هذا الديبا نتاعنا اليوم. اكزاكتومون، هذا اليوم الديبا نتاعنا، قرايه اونليني والا قرايه بريزونسييل. هذاك علاش الموضوع هذا مازال ولا حتى بعد ما وفي الكوفيد احنا قبل ما نتعداو للجول الاول نتاعنا خليل باش يكون موجود معنا غازي وياسمين قبل ما هما يعطيونا رايهم. خلينا نشوفوا مع بعضنا راي لي زيتيديون في الميكرو تروتوار. دونك انا موتي موتي بالنسبه للقرايه اونليني، على خاطر معناها كي ما تعملش انتراكسيون مع البروفيت وما تقابلهمش فما برشا حاجات اللي دي ميساج ما ينجموش يوصلوا لك. معناها برغم انه القرايه الاونليني الافونتاج فيها انك انت تنجم تركوردي ليميت، تنجم تلقى كل شيء اونليني، ما يتبقى في هذا الكل انك ماكش رابح، معناها فما بارتي خاسره. هكا والله الحقيقه انا بور خاطر قومين ديجا باش تمشي كل يوم باش تخسر برشا انرجي وين تقرا، معناها كو سوا فاك ولا ليسي ولا هو، معناها فما انرجي قاعد تخسر فيها في الترونسبور في الطريق في كل شيء. هذيك تنقص لك الكونسنتراسيون نتاعك على الحاجات اللي باش تقراهم بعد والكونسنتراسيون باش تنجم تتعلم بالكدا. دونك راه لي اونليني تكون مرتاح في لي كونديسيون نتاعك في داركم تنجم تتعلم بالكدا. الحقيقه انا مانيش بور القرايه اونليني على خاطر الوضع اللي احنا فيه توا ما يسمحش كونوا العباد يقراو اونليني، سورتو فما برشا ماتيريات ولا برشا دي سبيسياليتي لازمهم انتراكسيون مع البروف، لازمهم يكونوا سور بلاس. زيد على هذا الامكانيات اللي ماهيش متوفره برشا للناس الكل على حد سواء باش يكونوا عندهم لا بوسيبيليتي انهم يقراو اونليني. دونك نرى اللي مازال بكري باش نجموا نحكيوا على قرايه اونليني في تونس. بور باسكو معناها لي ستوديون ديجا هما ماجور فاكسيني ومانيش باش نلقى لي بروبليم دي بريمير مثلا لي بروبليم بيداغوجيك كيفاش باش نوصل لانفورماسيون. دونك انا بور القرايه اون ليني في لونيفرسيتي على خاطر ما فماش دي كونترانت دو تان، معناتها تحضر في الوقت تبدا مرتاح وفماش برشا مصروف، ما ديبلاسيش بالكهرباء دونك تستحفظ على ليسونس وعندك وين تحط الكهرباء.
والله انا بور وكونتر بور على خاطر ارتاح معني ما تقعدش تمشي وكل شيء سورتو العباد اللي يسكنوا بعاد اما كونتر على خاطر الحقيقه ما تنجمش تركز كيما تبدا سور بلاس تبدا تضيع في الوقت وكل شيء ومعناها تحس روحك في الدار دونك تقعدش تقرا